للمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة ينضم معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد بن صالح الحيان، مدير إدارة القياسات الحيوية بالهيئة العامة للغذاء والدواء. أستاذ محمد، حياك الله معنا في أخباركم. هذا حياكم الله. بداية نرحب بك. حملة السمع الآمن صراحة عنوان ملفت الانتباه، ودنا نتعرف عليه أكثر معك أستاذ محمد. أول شيء أنا سعيد أني أكون معكم اليوم في هذه الحملة وأمسي على المشاهدين. حملة السمع الآمن هي إحدى الحملات التوعوية اللي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء يعني كعادتها للمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع لتعزيز وحماية الصحة العامة، واللي يشكل هذا جزء من رؤية الهيئة. طبعا تزامن إطلاق الهيئة لمثل هذه الهيئة مع يوم السمع العالمي طبعا يوافق 3 مارس في عام هذه السنة 2021. جميل أستاذ محمد، قاعدة 60-60 يعني أيضا هذا ملفت الانتباه ومجهول شوي، ودنا نعرفها هذه القاعدة وليش نصحت الهيئة باستخدامها. طبعا أنا بس زي ما قلت أنت، هي قاعدة 60-60 هي قاعدة أطلقتها الهيئة، الهدف منها رفع مستوى الوعي والتثقيف حول تحقيق السمع الآمن وتفادي أيضا فقدان السمع أو من لديهم مشاكل متعلقة بضعف السمع. وقاعدة 60-60 بشكل مبسط تعني عدم زيادة الاستماع لدى الأفراد عن 60 دقيقة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت. هذا يعزز أو يرفع من كفاءة السمع لدى الأفراد ويقلل من حدوث أي مشاكل لديهم. جميل. ختاما أستاذ محمد، إذا سمحت لي نصيحة توجهها عبر أخباركم للمشاهدين الكرام. طبعا فيما يتعلق ب يعني هذا اليوم، هذه المناسبة، النصيحة احنا دائما يعني نقول انه المراجعة الدورية للطبيب المختص واجراء اختبار السمع هذا مهم جدا، ايضا استشارة الطبيب حول الحاجة لاستخدام سماعات الاذن الطبية في حال مواجهة الفرد اي مشاكل سماع من خلال الهاتف او من خلال سماع الاخرين بصعوبة. فبعد استشارة الطبيب المختص ممكن يقدم أو يحدد مدى الحاجة للأفراد مثل هذه السماعات. أيضا من النصائح اللي نحن نقدمها في الهيئة أخذ استراحة من الاستماع بشكل دوري لمدة 15 إلى 20 دقيقة. أيضا احنا يعني في على موقع الهيئة فيه العديد من المواد التوعوية، فإحنا ننصح جميع أفراد المجتمع بزيارة موقع الهيئة والاطلاع على ركن المستهلكين لاحتواء على عدد من المواد التوعوية ومنها سماعات الأذن الطبية. جميل. وصراحة أستاذ محمد، خلينا نبدأ الحملة حنا وياك سوا ونتفاعل، وأنا شخصيا الآن أمام السادة المشاهدين نخفض الصوت إلى 60% مثل ما تشوفون، وحنا منفذين معك أستاذ محمد، وسعيدين صراحة بهذا الحراك من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأيضا نشكر لك مداخلتك معنا وأيضا تخصيص هذا الوقت للمشاهدين الكرام. شكرا لكم. شكرا لك. كان معنا الأستاذ محمد بن صالح الحيان، مدير إدارة القياسات الحيوية بالهيئة العامة للغذاء والدواء. جميل هذه الحملة، والجميل أيضا بإذن الله أن نتشارك جميعا في تطبيقها لما يشكل من أهمية لصحة الإنسان، وأيضا بشكل خاص صحة الأطفال واستخدامهم الأكثر للأجهزة الإلكترونية.